مستعدين لرحلة جديدة معنا؟ يلا وش تنتظرون؟ اربطوا الأحزمة، الإقلاع بعد قليل مع السياحة المذهلة. عينك على العالم عبر سناب. السلام عليكم، أخوكم خالد العازمي في تغطية ثانية من أيسلندا لحساب السياحة المذهلة، تابعونا. الآن وصلنا للشلال الأسود، مش حلوة. الحين ننزل تحت نروح نشوف شلال صاير شكل الشلال. هذا الطريق مني بعدين الجسر نعبر نوصل هناك ونصوره. هذا هو الشلال الأسود، سبحان الله شو صاير شكله. شوفوا الأعمدة. الشلال وهذا سالم عبر النهر مني وحين بيصور. لا تطيح كاميرتك بس. الأعمدة شلون صايرة. هذا الشلال الأسود سفارة فوس. شلال جميل سفارة تيفوس، ودعنا على خير. او الشلال الاسود من اطلالة مرتفعين، شوف الانهار متجمدة ما شاء الله بكل مكان. الحين طلعنا من الغابات دخلنا الاسكا. ها شلون الانهار متجمدة شلون صاير. شوفوا هذا بعد، سبحان الله. ايسلندا كوكب ايسلندا، كنا في كوكب ايسلندا. شوف هذيك الانهار المتجمدة، هذا واحد هذا الثاني شو اسميه مخزن مني. رايحين حق الحين رايحين البحيرة الجليدية فيرسالون او والنهر المتجمد فيرسالون جوكول. الله يا الله، الناس راح تتمشى بس هذا مو الهدف الاساسي. فقلنا نوقف نصور ونمشي. الآن وصلنا إلى أحد أهم المواقع السياحية في أيسلندا، البلو لاجون. شيء خيال. شوف الخيال، هذا القطب الجنوبي. وصلنا القطب الجنوبي الحين. شوفوا كوكب أيسلندا. الحين نروح حق هناك وتشوفون البحيرة المتجمدة جوكول سارلون. خيال، لون أزرق فاقع. شوفوا الجمال. عروس نبي همشي البحيرة. يا الله شوفوا الجمال، شوفوا لون أزرق أزرق. صدق لقينا فقمة، هذه فقمة قاعد تسبح. شوفوا الفقمة، سبحان الله. شوفوا شو منظر، كسر الجليد. شوفوا هاش حلو، هذا ثلج يمشي، ثلج يمشي والناس قاعد. السيارة البرمائية هذه الحين ب5000 الشخص تقريبا، والألف بدينارين ونص. عليكم الحساب. بدأت المغامرة الحقيقية ما شاء الله. الماي أزرق كأنها رحلة في القطب الجنوبي. ها هذا كوكب أيسلندا. شوف قطعة صايرة، خلنا نعكس مع الشمس تبين كل المقاطع واضحة. قطعة جليدية، وين راح؟ راح كذا من هناك. هذا السلف قاعد يصور روعة. يا The tongue of the glacier is called Breiðamerkurjökull.
نعم يكون هذه قطعة الثلج هذه عمرها 1000 سنة. هذه عمرها. I'm sure you notice already some blue iceberg coming here. You can see more. هذا يحيى ماسك قطعة ثلج عمرها 1000 سنة. 1000 سنة هذه. شوفوا كيف الطريق يبها. مني. غير مني. مني كذي. هكذا انتهت جولتنا في البلو لاجون. شيء خيال. جيت تور يقول انها كل سنة قاعد تتوسع البحيرة 100 متر زيادة. وعمر البحيرة فقط 80 سنة. يعني بيجيها بعد 10 سنين راح يشوف البحيرة صارت اكبر كيلو كامل. طبعا التوسع من صوب الجليسر. هذه الفخمات موجودة شوفوها على الطبيعة مو داخل حديقة الحيوان. ها؟ وهذا ابو زكريا لحين قاعد ياكل ثلج ما شبع ثلج. انتقلنا الى موقع اخر. ما شاء الله جلسة على الشاطئ عندك سر الثلج. مساك الله بالخير يا طول العمر. شنو هذا؟ وين قاعد انت؟ شنو هالثلج؟ يا شاطئ اسود وثلج كريستالي. يا سلام يا سلام. شلون الثلج؟ الموج يلعب الثلج. شيء خيال. المفروض يكون فيك سر ثلج كبار بس لان الحين مد فقاعد يدش المحيط على البحيره. اذا صار جزر يطلع الثلج برا. احد يقول لي مزاج. لا والله مزاج. شوف وين تحصل شاطئ اسود وسر ثلج ومحيط الاطلسي ودله مساعد اهم شيء. هذه دله ابو فالح ضبطنا قهوه فيها. وهذه كسر الثلج وعلى المحيط الاطلسي وشاطئ اسود. ما شاء الله تبارك الرحمن. كثرنا عليكم سنابات اليوم بس متعة شيء مو طبيعي صراحة. الموقع هذا يبي له 4 إلى 6 ساعات بس عشان تستمتع بالتصوير. أخيرا وصلنا مدينة جوبي فاوغر بعد قيادة 2 ساعة في الفيوردات الأيسلندية. هذا النهار.